مشاهدي الأعزاء، أصدقائي، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم قناة أسرار آدم. اليوم رح نعمل أكلة مشهورة كتير بالوطن العربي اسمها شكشوكي، ولكن كل واحد بيعملها على طريقة بلده. أنا اليوم حعمل شكشوكي على طريقة أسرار آدم. شو هي المكونات؟ نص كيلو بندورة، نص كيلو بصل، يعني قد ما بتجيبوا بندورة بتحطوا بصل، فليفلي حبتين أو 3 حبات، بيض بلدي، عندي جبنة السلقون اللي هي مثل العكاوي وكمان بتشبه جبنة الموزاريلا، ثوم، هستخدم نص راس ثوم يعني 3 حبات 4 حبات، عندي كزبرة، كريت 3 حبات كمان، زنجبيل، أنا بشتري زنجبيل أخضر بفرمه فرمي صغيري، بحفظه بالفريزر على سنة، كل ما بدي مع شاي مع أكلي بشيل منه وبضيفه لإلهم. هلا بالنسبة للبهارات، البهار الحلو هيدا هو بيجي حبته أكبر من حبة البهار أو الفلفل الأسود، حر الكيان كمان حسب الرغبة، بهار الكمون، فلفل أسود، أكيد الملح، وعندي كمان صلصة البندورة تقريبا 3 ملاعق طعام. طبعا هستعمل زيت الزيتون، انتو فيكن تستعملوا زيت الزيتون، فيكن تستعملوا زيت نباتي مع زبدة، هذا بيرجع ل كيف بتحبوها، دسم شوي قليلة الدسم. هذه هي مكونات الشكشوكي. قطعت البصلات، هلا حطيتهم على النار، خليهم ليتدبلوا، بعطيهم رشة ملح، هذا رح ضيف الثوم. إذا مثل ما لاحظتوا أو هذا حتلاحظوا إنه هاي الأكلة كتير سريعة وكتير بسيطة، لأنه الفرمة فيها بدها تكون خشنة كبيرة، البصل، الثوم، البندورة، الفليفلي، كلهم ما في عذاب بالفرم الناعم، لأنه بدي تحس بالطعمة اللي فيها. هلا بقطع فليفلي، شو ما كان نوع الفليفلي عندكم، أصفر، أخضر، أحمر، ما بيأثر. في البندورة، هلا انا عم بعمل صلصة البندورة 3 ملاعق كبار، فيها لحط هلا نص ملعقة صغيرة من البهار الاسود، ملعقة صغيرة من الكمون، نص ملعقة او ربع ملعقة صغيرة من بهار الكيان، فليفلة حلوة نص ملعقة صغيرة او 3/4 ملعقة صغيرة، عندي هون شوية بازليك من عندي أخضر يبسته، بحط معه كمان شوية صغيرة، بفركهم شوي هيك بإصبعي وبنزلهم مع الصوص. هلا الصوص كله بحركه وحنزله بعد شوي على الشكشوكي. هلا رح ضيف الصوص، هذه الريحة بتشهي كتير كتير، يعني شو بدي لكم قديش. هلا حنحطها، سكرها على نار تحت المتوسطة. هلا بدي احط كزبرة والكريت، يعني بعد ما 3 دقايق على نار خفيفة لحتى الصوص الصلصة تشربتها كل الخضار الموجودين. هلا ححطهم ارجع على النار كمان 5 دقايق وسكرها، لارجع بعد شوي ضيف لهم البيض، رح ضيف كمان الزنجبيل. أصدقائي هذه الشكشوكة تقريبا قربت على النهاية، هلا بعمل هالفتحة هاي صغيرة هون وبحط فيها البيضة، كمان فتحة تانية، فتحة تالتة، تالت بيضة، قد ما بدكم فيكن تعملوا. وهلا حسكر الغطا بس بعد ما خلصت، بحطها على البيضة شوية ملح وشوية كمون، بسكرها بحطها على النار كمان على نار تحت المتوسط. شفتوا كيف 3 بيضات، واحدة، 2، 3، جمدوا محلهم. بعمل الفتحة بحط الجبنة، نفس الشي هون، شوي 3 دقايق وبشيلها مع رشة بارميزان
عليها كلها من فوق، تعطي نكهة بتجنن روعة. يعني أنا كنت بتمنى تكونوا حدي هلأ بالمطبخ لحتى تشموا هالريحة، وهيك فينا نقدمها بمقالي صغيرة أصغر من هالحجم، ونقدمها بنفس المقلة، ما بنشيلها بنحطها بالصحن، هيك بنخليها. وهيك أصحابي وأصدقائي بكل الوطن بكل العالم من كل الجنسيات، اللي أنا بحترمكم وبعزكم كلكم، بتمنى أنه يعجبكم هالفيديو، وقد ما فيكم تشجعوني بالشير وسبسكرايب، وإلى اللقاء إن شاء الله كمان بحلقة جديدة من مطبخ أسرار آدم. هلا حدوقة كانت عم بتشلخ، يا سلام. هلا مع البيض، بتمنى تذوقوها لأنه فعلا رائعة المذاق.